الفنان مصطفى كامل بيتعرض لأزمة صحية. اتعرض الفنان مصطفى كامل لأزمة صحية. رفض الفنان مصطفى كامل نقيب المهنة الموسيقية نصيحة زملائه داخل الوسط الفني وخارجه بضرورة العلاج والسفر خارج مصر لإجراء بعض الفحوصات اللازمة بعد معاناته في الفترة الأخيرة وتعرضه لوعكة صحية منذ أكثر من عام، حيث عانى مؤخرا الفنان من زيادة نشاط الغدة الدرقية بشكل قوي جدا، وإن نتج عنها زيادة ضربات القلب والتوتر والأرق الدائم وخسارة الوزن والعصبية المفرطة. ولم ينجح الأطباء في علاجه بشكل فعال، كما عانى منذ فترة من التهاب الأعصاب. لكن الفنان مصطفى كامل بيقول إن زملائي نصحوني بضرورة الراحة بالإضافة لنصائح زوجتي وأولادي، لكن أنا أسعد أوقاتي إن أنا أجد زميل بيدعولي بعد قضاء حاجته أيا كانت، وأنا أرى السعادة على وجه الأعضاء أو الأرامل أو الأيتام لما ألبي رغباتهم واحتياجاتهم. وأشار الفنان وقال إن زوجتي دايما بتلومني على كثرة الاتصالات التليفونية اللي بتحاوطني على مدار اليوم من القاهرة ومن المحافظات ليل ونهار للتدقيق في كل التفاصيل حتى يتم الحل لأي مشكلة، وأنا كنت بقول لها الأمانات عرضت على الجبال ورفضتها، وإن الله كريم وعادل ودايما معنا في أشد المحن، يسترنا ويشفينا ويكبر بخاطرنا اللي بلبي رغباتهم واحتياجاتهم. أشار الفنان مصطفى كامل وقال إن دايما زوجتي بتلومني على كثرة الاتصالات والتليفونات اللي بتصلني وبتحوطني على مدار اليوم من القاهرة ومن المحافظات، كنت بقول لها إن الأمانات عرضت على الجبال ورفضتها، وإن الله كريم وعادل ودايما معنا في أشد المحن، بيسترنا ويشفينا وبيكبر بخاطرنا، وده كله بسبب دعوات الناس الطيبة اللي بتجدني دايما وقت احتياجاتها. بضحك مع زوجتي وبقول لها إني لما أموت هتلاقيني سايب ليكي أنتي وولادك كنز غير المال، هو الستر والسيرة الطيبة ودعوات الناس المخلصة. وأكمل الفنان مصطفى كامل وقال أنا مؤمن جدا بكل يقين بأن الله لن يسمح لمخلوق أن يكون أكرم منه ولا أعدل منه ولا أرحم منه. الله هو الكريم وهو العادل وهو الرحمن الرحيم، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنا أحسنت عند الله ما أقوم به. أما عن المغرضين والمشككين والمتربصين فالله أكبر مني ومنهم ومن الخلق ومن الدنيا كلها، وعند الله تجتمع الخصوم. واختتم الفنان حديث وقال أحب أطمن الجميع من الأهل والأحباب من جمهوري وزملائي المحبين، عندي ابتلاء بسيط جدا جدا لا يساوي شيء مقارنة بما يشعر ويمر به بعض الزملاء. كل أمنياتي أن أتعافى حتى أظل بجانبكم ومعكم أخا وصديقا وأمينا عليكم وعلى احتياجاتكم. دعوتنا للفنان مصطفى كامل بالشفاء العاجل.